اسمي نورهان سيد شعبان، سني 27 سنة، اتخرجت من كلية الحقوق سنة 2019، طلعت الكارنيه. دلوقتي انا محامية ابتدائي، بس ما حبيتهاش، يعني ما حبيتش ان انا اشتغل بيها. من وانا عندي حوالي 10 سنين كنت بشتغل مع بابايا ميكانيكي، وكنت قاعدة معاه يعني في الورشة، وحبيت الشغلة بتاعت الحديد اللي هو العربيات والكلام ده كله. جات لي فكرة المغسلة من ان انا عندي جوز خالتي يعني كان فاتح مغسلة، وعملت سيرش على النت، لقيت ان في كذا حاجة مربحة وبفلوس قليلة، يعني حاجة تبقى بنفس السعر اللي معايا. فتحت المغسلة وسندني يعني حد عنده مغسلة كبيرة تحت في السيدة زينب، وهو طبعا اللي علمني اعمل ايه وامسك الكاتشر ازاي واتعامل مع الناس ازاي والكلام ده كله. لسه في الاول، بس الحمد لله الدنيا ماشية يعني، والناس بتحبني وبتتعامل معايا كويس، واللي بيجي هنا بيقول لي مش اخر تعامل، فالدنيا الحمد لله كويسه جدا. طبعا في جانب سلبي، بس انا ما ببصلوش، ودي احسن حاجه بصراحه انا عملتها. يعني شغلي مع والدي كميكانيكا هو اللي علمني ازاي اكون راجل في الشارع، علمني ازاي اتعامل مع الناس، اخلاقي يعني بصراحه. يوم الاحد بس هو اللي هاخده اجازه، لان الصنايعي اللي معايا برضو بيتعب، انما انا بشتغل من الساعه 11 الظهر، انا اللي بفتح المكان، للساعه 11 بالليل، ممكن اروح الساعه 1 بالليل على حسب الشغل. المفروض الصح ان اي حد ان هو يشتغل الشغل، بصي بيطلعك من كل حاجه، مفيش حاجه بواجهها بصراحه. يعني الكاتشر بعرف امسكه، كنت الاول خالص ما بعرفش امسكه، حاجه صعبه عليا، ولان سمعت ده ممكن يعور جامد لان هو ضغط جامد. بعد كده ابتديت بقى اللي هو لا، انا اكون مثلا واقفه متزنه، ومش هو اللي يسحبني انا اللي ابقى واقفه ماسكاه جامد، وبقيت بشتغل بيه. انا نفسي ان انا اريح اهلي، عايزاهم يقعدوا. بابايا لسه بيشتغل لحد النهارده، هو عنده 65 سنه وميكانيكي شاطر جدا، بس بالرغم من كل ده انا نفسي ان انا اخليه يرتاح. يعني الخطه الجايه اللي هي ممكن كمان كام شهر، انا لسه شاريه اللي هو الجهاز بتاع كشف الاعطال وشحن التكييف والحاجات دي، وهفتح مركز برضو هنا في المقطم، وهبقى بباشر ده وبباشر ده، لان طبعا التانيه شغلتي الاساسيه مع والدي وكده. فبفكر ان انا اطور، يعني البني ادم لما يطور من نفسه دي احسن حاجه. بصي، هو اول حاجه انت المفروض ان انت بتمسكي الكاتشر، وقبل الكاتشر المفروض بتجيبي، انا عندي مسدس هواء بنفض الهوايات وبتتنظف كويس، والبيبان والكلام ده. وبعد ما بخلص ان التراب مثلا اللي هو في الحتت الصغنونه دي مشي، ببتدي ان انا اجيب ماده كده فيها من نسبه من الكيماوي، حوالي 40% من الكيماوي، برشها في العربيه كلها، وبعدين بقفل الباب، وبعدين بجيب الكاتشر وابتدي بقى انزل كل التراب اللي على العربيه وانضف الكارترات والحاجات دي. وبعد كده بجيب الصابون، عندي مكنه فوم، بجيبها واقوم حاطه الصابون على العربيه، والعربيه تتصبن كويس، وبعدين تتشطف تاني، وبعد كده بقى بتخرج بنشفها واحط لها الملمع. الشغل علمني الصبر، علمني ان انا اكون جدعه، ان انا اقف يعني ادور على المحتاج، اقف جنب الناس، ما ينفعش ان انا اقف جنب نفسي بس او اقول نفسي ثم نفسي بس، ده مصدر رزق الوحيد. والحاجه التانية بقى اللي انا عايزه افتحها اللي هي المركز والجهاز شحن التكييف والكلام ده. لا، بابايا ومامتي كانوا فخورين جدا، اللي هو احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا عايشين شويه عيشه الاجانب، اللي هو اعملي اي حاجه مش هتغضب ربنا، وفي نفس الوقت تبقى حلال، ما تبصيش للناس، لان الناس ما بيعجبهمش حال حد، وبصي دايما لنص الكوبايه المليان، ان الناس مثلا بتعاملني كويس، بتكلمني كويس، ما تبصيش مثلا لحد تعليقاته سلبيه او بيبعت لك حاجه او اي حاجه يعني، لا ما تبصلهاش. فانا مشيت في حياتي بالقاعده دي، واي حاجه صح انا بعملها. بيبقوا الاول مستغربين، في ناس بتبقى جايه اللي هو انا حتى لو مش هغسل بس انا مبسوطه بيكي، في ناس بتقف، زباين بتقف تساعدني في العربيات ويغسلوا للناس الدواسات ويدوني فلوس وهما ماشيين، فبلاقي لا، رد الفعل من الناس كويس جدا بصراحه. يعني البنات اللي بتشتغل شغله مش شغلتها او شغله راجل هي مثال مشرف. يعني انا في ناس، في واحد، الواحد ده انا كان نفسي، عارفه اللي هي الفيديوز اللي بيبقى موجود في السعوديه، وحد مثلا يقول ربنا يخليكي مثلا يا نورهان او لاخره، فكانوا امنيه حياتي ان حد يعمل لي كده. اتفاجئت بواحد بعت لي على الفيسبوك، انا من عند جدك رسول الله عليه الصلاه والسلام،
وربنا يبارك لك يا نورهان ويحبب فيكي خلقه وكلام كتير قوي. ففي ناس يعني انت متخيله ان انت وصلتي لحد السعوديه، في اردنيين وسعوديين وكويتا واماراتيين كتير، ناس كتير قوي بيكلمني واللي هي مبسوطه وفخوره بيا. فانا فخر لمصر، وكل ست بتشتغل شغله مش شغلتها هي فخر لمصر. نفسي اهلي يكونوا كويسين، اخواتي يكونوا بخير، ولادهم، هو ده اللي نفسي فيه، ان انا احقق لكل واحد امنيته. نفسي بقى طبعا يكون معايا فلوس كتير قوي وابني بيت كبير الم الناس اللي في الشارع بيتهم فيه، يعني عايشهم فيه، واقدر ان انا اجهز البنات. يعني اي بنت نفسها تتجوز وما عرفتش تتجوز انا جاهزه، هو ده اللي نفسي فيه يعني.